الاتصالات المفتوحة بين الرئيس سعد الحريري وكل من رئيس حزب القوات سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية أبقت على أسهم تسوية رئاسة الجمهورية قيد التداول في السوق السياسي. التسوية أكيد واجهتها صعوبات مش مخفية يعني من عدة أكثر من طرف يعني، لكن طبعا اتصاله بالوزير فرنجية كان واضح والتفاهم هو وياه على المتابعة بعملية التسوية. مبدأ التسوية مفروض يظل مستمر. يعني هل رئيس سعد الحريري بعده متمسك بترشيح سليمان فرنجي؟ هلا ما سحب مبادرته، اوكي ما سحب المبادره، بس المبدا هي من التسويه يعني اكيد خيار اساسي يمكن كان الوزير فرنجي، لكن بالنهايه وقت توصل يمكن تتقفل الابواب اكيد الوزير فرنجي يسعى في مكان اخر يعني. فالمهم انه نضل عم نسال احنا وياه بالنسبه لهذا الشيء، انه طعنا مرحله بعمليه التسويه المفروض انه نكفي. اكيد حتى اقدر انا اذا بتراجع تصريحه للدكتور جعجع قال انه حتى لو تعينت جلسه لانتخاب نحن سننزل للانتخابات. هذا بجوز ما بيصوت له، بس معناتها هو ما بده يقفي هذا الاستحقاق ولا بيسجل على نفسه بانه هو يتخلف عن موعد استحقاق انتخابات رئيس. المرحلة الآن بحسب المتابعين مرحلة تنسيق البيت الداخلي لكل فريق، لا سيما داخل فريق والثامن من أذر. أنا بأدي المرحلة اليوم هي مرحلة أنه كل فريق عم بيحاول ينظم يعني أفكاره ووضعيته يعني بعد ما أصاب يعني كل الفريقين الكبار من زعزعة. رئيس بير عم بيقوم بالمبادرة بتقريب وجهات نظر وبجدول أعمال من خلال طاولة الحوار اللي على مطلعه وأساسي فيه وأوله انتخابات رئيس الجمهورية، لكن بهالأمر بالتحديد هلأ خلي الأمور يعني تنظم داخل كل فريق ومن ثم بيصير في تواصل بين الفرقاء، بس ما في دور خاص يعني عم بيقوم في رئيس بري بهذا الإطار. ثمة مؤشرات تشير إلى أن قوى 14 من أذار لا سيما لجهة تيار المستقبل لا تزال تعمل على الحفاظ على وحدة الفريق السياسي من خلال الاتصالات والمشاورات التي قد تفضي إلى مشاركة القوات في أي جلسة مقبلة بعيدا عن هوية المرشح. كمسيحيين وكلبنانيين ما بتصور بقى نحمل أنه البلد يضل بدون رئيس جمهورية، فعلى الكل أنه يعملوا جهود لحتى يقدروا يوصلوا هذا الاستحقاق إلى خواتيمه لإنقاذ الجمهورية ورئاسة الجمهورية. الجنرال عون يعني في حوار صار نحن وياه وهو منفتح على كل الحوارات، هلا بتوصل للنتيجة أو ما بتوصل بدنا نطول بيننا قبل ما نحكم على 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 هالموضوع. هل ما زال الرئيس سعد الحريري مستمر بهذه التسوية أم هناك بحث عن أسماء أخرى؟ الأيام القليلة المقبلة بتبين إذا الأمور بتوصل لخواتيمها أو لا. مع خطوط الاتصالات العاملة على أكثر من محور، إلا أن مصادر مواكبة للتسوية استبعدت تحقيق أي خرق قبل نهاية العام، واصفة هذه المرحلة بمرحلة تمهل واستكمال للاتصالات للحفاظ على خيار فرنجية وعدم حرق التسوية. باسل العريضي، قناة الجديد.